لهذا اليوم في البليغرو لهذا الأسبوع، لكن قبلها بنعلن عن صاحب الحصانة اللي ممكن يكون من الأسماء اللي وراي، وبنسبة كبيرة جدا إنه يكون واحد من الشباب اللي صافين خلفي المتسابق اللي حصل على حصانة هذا الأسبوع. ست أسماء معي في البليغرو مرحلين إلى البرايم غدا، من خلالهم يغادر شخص خارج أسوار هذه القرية. ألف مبروك لصاحب حصانة هذا الأسبوع. سمعني سمعني، عايز تروح كذا ولا عايز تروح كذا؟ عايز يروح كذا. ايش دراك انك رايح كذا؟ طيب اعطيني لونق على الشباب اللي هناك. ألف مبروك. لحظة الحسم، ألف 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 مبروك في كل مكان وبكل زمان أيضا بملاهي سلمان. أول شيء لكلام اللي بقوله، بيض الله وجيهكم يا القوة الضاربة يا أقوى ناس في الدنيا، الله لا يحرمني منكم يا أخوان وخوات، أقسم بالله أنكم ما قصرتوا، والله العظيم إني صادق وإني أتكلم كلام طالع من قلب. خلوا اللي يتكلمون بالوهمي ورعين الكلام، خلوا الكلام لهم، حنا فعول ونفعل وقلتوا وطلتوا، والله يحط الحصانة فيسبوك لو يقلبها بيجر صلاة النخرة إن شاء الله. خل بادم عيال يتكلم بالوهمي وخل غيره يتكلم بالوهمي، الأول لنا وبيض الله وجيهكم، يقول يلي جمعتوا يلي جمعتوا الكلام اللي عليه الفعول، حنا جمعنا الفعول اللي عليه الكلام، بيض الله وجيه، بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. يا عيال أنا بروح علي العساف كان ودي يحتفل معي، أنا بروح أسلم عليه عند البقى عشان نروح أخوين. أبو شاكر أبشر بها، أبشر بها.